السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطل برأسه من مدينة ووهان الصينية. إنه وباء كورونا العالمي الذي انتشر في أغلب دول العالم، ما ألحق أضراراً وخسائر فادحة بالأرواح، حيث بلغت حصيلة المصابين 439,000، وعدد المتوفين ما يقرب من 23,000، وعدد المتعافين من نحو 100,000. كذلك الأمر باقتصاديات الدول، حيث تأثرت التجارة بين الصين والعالم العربي بشكل خاص من جراء هذا الوباء العالمي. أولى التبعات السلبية التي ظهرت هو تراجع أسعار النفط، أحد مداخيل العراق والخليج العربي المهم، فضلاً عن السياحة بمختلف أنواعها أصيبت بالشلل التام، خاصة في مصر ودول المغرب العربي. هذا الشلل وضع الدول العربية في مواجهة كوارث اقتصادية جديدة لم يتنبأ بها أحد. حتى الآن ليس من الواضح إلى متى ستستمر الأزمة التي ترتفع تكاليفها يوماً بعد آخر على الدول العربية، لكن لابد من التركيز هنا على إعادة الجهود في إحياء الصناعات والزراعات التقليدية التي توفر الأدوية والأغذية والألبسة التي تم الاعتماد عليها من خارج العالم العربي، مثل العراق وسوريا ومصر والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية، قبل أن تتجه نحو الانقراض بفعل الإهمال والمنافسة. فهل ستستفيق حكومات الدول العربية لتفادي شح الموارد عن طريق تنويع اقتصادياتها والخروج من حلقة التبعية لمصدر الدخل الواحد؟ هل من الممكن تحويل المحنة إلى منحة والأزمة إلى فرصة؟ هل أيقن العرب ضرورة الاعتماد على زراعتهم وصناعتهم؟ لماذا لا تعتمد الدول العربية في إنتاج زراعتها وصناعتها، خاصة بوجود البيئة الخصبة وتوفر الأيدي العاملة؟ لماذا أضاف وباء كورونا رعباً لدى مساحة كبيرة من المواطنين ووسائل الإعلام العربي؟ لماذا نجد السخرية واللامبالاة حاضرة في بعض الإجراءات الاحترازية في الدول العربية؟ هل اتسمت الأنظمة العربية بالشفافية في مصارحة شعوبها بخطر جائحة كورونا؟ ما الذي على الدول العربية فعله لمواجهة فيروس كورونا؟ وهل إنكار الوباء يدل على هشاشة النظام السياسي في بلادنا العربية؟ هذه المحاور سنطرحها على ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، الذي يحمل عنوان العالم العربي وقدرته على تجاوز أزمة كورونا. سيكون معنا عبر سكايب الدكتور عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، والأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، وعبر الهاتف البروفيسور جمال سواس مدرس الصحة العامة والبيئة في جامعة حلب سابقا. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في هذا النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. كورونا الذي يتجول بين دول العالم دون الحاجة لتأشيرة دخول أو تفتيش، على الرغم من تضافر الجهود الدولية للحد من انتشاره. منظمة الصحة العالمية توقعت أن يشهد العالم ارتفاعا كبيرا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لكنها أكدت أن الصين تشهد انحسارا ملحوظا لهذا الوباء. فمنذ إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 من شهر آذار أن وباء كورونا أصبح وباء عالميا، سارعت دول العالم لاتخاذ التدابير الوقاية منهم. والدول العربية بصفتها جزءا من هذا العالم تتأثر بالمتغيرات من حولها، لكنها تتحرك بخطوات بطيئة في مواجهة هذا الوباء. أغلب الدول العربية ذات البنية التحتية الصحية والاقتصادية والتعليمية الهشة لم تكن مستعدة لمثل هذا الوباء، ومتهمة بعدم التعاطي بشفافية فيما يتعلق بهذا الوباء، فراهنت على التزام شعوبها بحظر التجوال دون الالتفات إلى التساؤلات التي تثار عما يمكن أن تفعله الدول العربية تجاه هذا الفيروس. الموارد الكبيرة والميزانيات العالية لأكثر الدول العربية لم تستخدم لرسم الخطط التعليمية وبناء المستشفيات والمختبرات العلمية التي من شأنها الوقوف أمام تحديات كبيرة مثل الأوبئة والأمراض المستعصية. الأنظمة العربية المعتمدة على الاستيراد في أغلب حاجاتها سيترك فيروس كورونا أثره الكبير عليها بشكل مباشر ومؤثر، لا سيما وأنه من الصعب تحديد نهاية لهذا الوضع الاستثنائي توقيتا وتداعيات، فالأمر برمته مرتبط بمسار انتشار فيروس كورونا. فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية عن تراجع انتشار العدوى داخل الصين، إلا أن ذلك التحسن يقابله تفشي للفيروس في دول أخرى، وبالتالي تمثل حالة عدم اليقين بشأن السيطرة على أزمة كورونا في الوقت الحاضر الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها. ويبقى الحل معتمدا على مدى قدرة العالم في التعاون الفعال بهدف السيطرة على هذه الأزمة،
ووقف تداعياتها المدمرة والتي لن تستثني أحدا. إذا المشاهدين الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج حديث العرب. سنناقش في هذا الأسبوع العالم العربي وقدرته على تجاوز أزمة كورونا. نبدأ من الدكتور جمال سواس، يعني سعادة البروفيسور، آخر الإحصائيات تشير إلى أن عدد المصابين هو 439,000، عدد المتوفين ما يقرب من 23,000، وأيضا 100,000 هم عدد المتوفين. من الناحية الصحية دكتور جمال، هل يمكننا القول أن العالم سيطر على وباء كورونا في هذه الإحصائيات المتوفرة حتى هذه اللحظة؟ لا، العالم لن يسيطر. الإجراءات المتخذة جيدة في بعض الدول المتقدمة والتي يوجد فيها وعي مجتمعي أو فيها نظام شمولي كالصين يرغم الناس على التقيد، إنما بشكل عام على مستوى العالم فإننا ضعيفون أمام هذا الفيروس. نعم. طيب، أنتقل إلى الشق الاقتصادي. يعني في هذه الحلقة قسمنا المحاور إلى شق صحي واقتصادي وسياسي. في الشق الاقتصادي أرحب بالدكتور عبد الحافظ الصاوي. دكتور عبد الحافظ، يعني هنا في هذه الأزمة، أزمة وباء كورونا، هل تعتقد أن الدول العربية أدركت حقيقة ارتباطها من الناحية الزراعية والصناعية بالدول الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن تستفيق وتكون هي المنتجة لزراعتها وصناعتها؟ يعني أحسب أنك حسن الظن في أن تظن بالدول العربية وحكوماتها أن لها إدراك أو أنها تدرك أو أنها ستدرك. هذه ليست الأزمة الأولى التي مرت بها دولنا العربية في إطار المشكلات والأزمات الاقتصادية العالمية. فكانت هناك أزمة 97 في دول جنوب شرق آسيا، والتي كانت بمثابة جرس إنذار لمخاطر العولمة، ثم أحداث 11 نوفمبر في أمريكا، ثم احتلال العراق أزمة 2003، ثم الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم أزمة كورونا. ولم نجد قطر من الأقطار العربية كان لديه مشروعا للتنمية يعتمد على الذات بحيث يبني قواعده الإنتاجية القوية التي تؤهله للتعامل بشكل إيجابي مع العولمة. للأسف الشديد الدول العربية سواء على المستوى القطري أو على مستوى الجسد الميت الهامد في جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، كلها كانت في إطار بروبوغاندا إعلامية في الحديث عن العولمة وندوات ومؤتمرات وما ينبغي وما لا ينبغي، ولكن على أرض الواقع كانت هناك حالة تفلت كبيرة جدا من تبني مشروع للتنمية. نعم. فوجدنا هذا التعامل الهش من قبل الدول العربية يزداد تعاملنا بشكل كبير وتبعيتنا للخارج. ففاتورة الغذاء، الفجوة الغذائية العربية تصل إلى قرابة 35 مليار سنويا، فضلا عن استيراد العدد والآلات والتوجه للبحث العلمي والتطوير إلى الخارج. لا يوجد إنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، فضلا عن أن هذه المشروعات برمتها نسيت أساسها الذي يجب أن تقوم عليه وتستهدفه وهو الإنسان. فالإنسان ليس في أجندة مشروعات التنمية إذا اعتبرنا أن هناك مشروعات للتنمية، فكل الأمور تدور حول الإنفاق الجاري وحول الاعتماد على المصادر الريعية. حتى في الدول التي يفترض أن لديها اقتصادا متنوعا مثل مصر مثلا، المفترض أن مصر لديها اقتصادا متنوعا يعتمد على الزراعة والصناعة وعلى الخدمات، لكن للأسف الشديد وجدنا هذا الأداء يتراجع يوما بعد يوم، حتى أصبحت مصر هي الدولة رقم واحد في استيرادها للقمح على مستوى العالم. أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الجامعات والبحث العلمي والصناعة، لا توجد هذه العلاقة في الدول العربية على الإطلاق. علاقتنا بالعالم الخارجي وأمريكا وأوروبا فقط
هي علاقة استثمار فوائد النفط في هذه طيب البلدان دكتور، نعم حتى تعود إليهم مرة أخرى، وكأننا نقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، فيستفيدون من الأموال والاستثمارات العربية داخل أوروبا وداخل أمريكا ومؤخرا في الصين وفي دول جنوب شرق آسيا، طيب دكتور، بينما يظل المواطن العربي يعاني الفقر نعم والبطالة دكتور، بشكل كبير، ولديه رغبة غير عادية في الهجرة خارج المنطقة العربية، ولعلنا تابعنا موجات الهجرة غير الشرعية التي تتجه إلى الاتحاد الأوروبي من منافذ مختلفة، سواء من ليبيا أو من مصر أو من المغرب. طيب كل دكتور، هذه المحطات تستوعب الفارين من الدول العربية بسبب فشل مشروعات التنمية، حتى طيب دكتور اتفاقيات سنناقش موضوع المشاركة الفشل. الأورو دكتور عفوا متوسطية آسف التي كانت للمقاطعة، تستهدف دكتور هل في تسمعني؟ الأساس بقاء المهاجرين العرب في طيب دولهم، حتى من هذه دكتور الاتفاقيات سنناقش استهدف موضوع اتفاقيات. الفشل في الدول العربية، ولكن أنتقل في الشق السياسي. الأستاذ ياسين التميمي مرحبا بكم من جديد. يعني أستاذ ياسين، الدول تتسابق لإنتاج لقاح ضد وباء كورونا، لكن هناك من يعتقد أن من ينتج المصل يحكم قبضته السياسية أولا والاقتصادية ثانيا على العالم. هل هذا وارد؟ هل هذا صحيح أستاذ ياسين؟ أولا تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد هذا صحيح، رأينا أن مواجهة كورونا عكست نوعا من المبارزة العالمية بين القوى الكبرى، بدءا من الصين مرورا بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. الجميع تحدث عن لقاحات وعن عمل يعني متواصل في المختبرات الكبرى لإنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا، لكن أنا في تقديري أنه هذه الأزمة أو هذه الجائحة أظهرت إلى أي مدى العالم يبدو أنانياً وتخلى حتى عن قيم العولمة التي جعلته قرية واحدة طيلة الفترة الماضية، واليوم كل دولة انكفأت على نفسها، كل دولة تصرفت من تلقاء نفسها وعلى أساس تقدير مصالحها لشعبها فقط دون سائر الشعوب. لم يحدث أن اجتمعت الدول اجتماع عام مشترك باستثناء الاجتماع الافتراضي الذي عقد على مستوى قمة العشرين هذا اليوم، نعم وكان بعده اقتصاديا، وأظهرت هذه الدول التزامها لتخصيص مبالغ وصلت إلى 5 تريليونات. لكن هذه الأزمة أو هذه الجائحة في تقديري أنها شكلت مناسبة لاستعراض القوة وللتصرف بإزاء هذه الجائحة من منطلق منفرد وليس من منطلق تضامني. فالصين تحدثت عن لقاح يخصها، والولايات المتحدة تحدثت عن لقاح يخصها، والأمر مرتبط بشكل أساسي بالنفوذ وبحصيلة ما بعد جائحة كورونا وما الذي سيصير إليه العالم بعد جائحة كورونا، خصوصا وأن كبار المعلقين العالميين بدأوا يتحدثوا عن إعادة توزيع خارطة القوى العالمية، والتي افترض أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتراجع أو أن الصين قد تتراجع عن مركزها الاقتصادي نعم المتقدم كثاني أقوى اقتصاد في العالم في هذه المرحلة. بطبيعة الحال اللافت فيما نشاهده تفضل نعم تفضل اللافت فيما تفضل نشاهده اليوم هو أن العالم العربي، وهذا الذي يهمنا بالتأكيد، بدأ أكثر يعني أقل كفاءة أو على الأقل متشتت أو متباين في ردة فعله على جائحة كورونا نعم وطريقة معالجته الداخلية لمواجهة كورونا، بحيث بعض الدول أظهرت كفاءة في مواجهة كورونا كدولة الكويت على سبيل المثال، والدول التي لديها فوائض وصناديق سيادية أظهرت كفاءة في مواجهة كورونا، لكن نعم دول يبدو أنها تغرق اليوم في مواجهة كورونا، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية باتت سريعة، وهذا ما نراه في دول كمصر واليمن وسوريا، وخصوصا الدول التي تعاني من أزمات متعددة أو مركبة. للأسف الشديد نحن في مرحلة صعبة للغاية، وأعتقد أن التحديات التي ستتولد عن هذه الجائحة سيكون لها ما بعدها، نعم خصوصا كما قلت وأن الدول اليوم نعم بدأت أستاذ تفكر ياسين. في موقعها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
دكتور جمال، يعني هناك حالة من الخوف تسيطر على يعني على الأطفال من وباء كورونا. سمعنا من خلال أطباء أن الكورونا، وباء كورونا، لا يصيب الأطفال، فقط أن الطفل هو ناقل للفيروس وليس هو يستقبل الفيروس. ما هو التفسير العلمي لذلك دكتور؟ أنا أخالف هذا الكلام. كيف؟ الأطفال أقوى على مواجهة الفيروس، حيث نسبة الوفيات والاختلاطات أقل، إنما الفيروس يصيب الأطفال وقد يصيب بعضه بشكل أشد من الآخرين حسب مناعة هذا الطفل والحالة الصحية العامة. فهناك بعض الأطفال يعالجون بأدوية تخفض المناعة، وهناك من هو مخفض المناعة أصلاً، وإنما عضوية الطفل لا تتميز كثيرا عن عضوية البالغ، إنما لديه احتياطي من الصحة العامة يساعده على المقاومة بشكل عام. أما أن الأطفال لا يصابون فهذا لا أوافق عليه. وأرجو من حضراتكم أن تسمحوا لي ببعض المداخلة فيما بعد عن الموضوع السياسي، حيث أنني قبل أن أكون طبيبا أنا مواطن عربي. ولكننا يعني وجودك معنا نستثمره بالمعلومات الصحية دكتور جمال. على أي حال سنقوم بإشراكك في الموضوع السياسي، إن تسنى لنا الوقت بذلك. أستاذ عبد الحافظ الصاوي، دكتور، يعني كيف يمكن أن نحول موضوع أزمة كورونا من محنة إلى منحة؟ هل يمكن أن نحولها من أزمة إلى فرصة في المجال الاقتصادي بعد يعني تجربة كورونا على العالم العربي بشكل خاص، وهو محور الحلقة لهذا اليوم، موضوع كورونا وصلته بالعالم العربي؟ هل ممكن ذلك؟ ممكن أن نستغل الأزمة ونحولها إلى فرصة؟ هل ممكن أن نحول المحنة إلى منحة دكتور جمال، دكتور عبد الحافظ؟ بلا شك كل شيء ممكن، يعني ممكن أن نحول هذه المحنة إلى منحة إذا ما كان هناك إرادة سياسية، وإذا تم تغيير الوعي المجتمعي بشكل إيجابي في العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل قوي. ولكن للأسف الشديد إذا ما ظلت هذه العقليات وهذه الحكومات التي تدير الدول العربية فلن يتحقق ذلك. فأنا على سبيل المثال، مصر الآن تعتقل واحد من علماء المركز القومي للبحوث الذي أنتج مع فريقه العلمي علاجا لأحد أجيال فيروس كورونا وكرم بجائزة الدولة في عهد مبارك، وهو الآن في سجن العقرب. يعني كان أولى بهذه الدولة إن كانت لدينا نية أو إرادة للاستفادة من هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة أن يخرج الدكتور وليد السنوسي وأمثاله من المعتقلات في مصر وفي غيرها من الدول العربية، أن تستدعي الدول العربية العقول المهاجرة من أبنائها، أن تتيح لهم الميزانيات الكافية للبحث العلمي، أن يعاد صياغة إنفاق الموازنة العامة للدولة في الدول العربية بشكل صحيح، بحيث توجه بدل الإنفاق على الأسلحة التي يتقاتل بها الإخوة داخل البلد الواحد أو فيما بين الأقطار العربية، كما هو موجود مثلا في الأزمة اليمنية المستمرة لأكثر من 5 سنوات والتي يعني خسرت فيها اليمن جزء كبير من أبنائها بين القتيل والنازح والمهاجر والمعتقل، أو في ليبيا أو في مصر أو في سائر البلاد العربية، أو تلك الأموال المهدرة في الدول النفطية العربية عبر صناديقها السيادية التي تعتبر صناديق سوداء ولا يعلم المواطنون عنها شيء. نحن نفاجئ اليوم في دولة مثل النرويج تصارح شعبها وتقول أن صندوقها السيادي مني بخسائر 140 مليار دولار بحوالي 15 أو 20% من إجمالي رأس ماله، بينما لا نعلم شيء عن صناديق نفطية عربية أو خليجية على وجه التحديد تصل رؤوس أموالها إلى 2.6 تريليون دولار. نعم. فلا نعلم أداء هذه الصناديق، هل هي ربحت، هل هي خسرت، ما هو مستقبلها، ما هي المجالات التي تستثمر فيها،
لا يعلم عنها مواطنوها شيء، لابد أن يعود الوطن العربي إلى المشروع القديم الذي بدأ في الخمسينيات وظل حبرا على ورق، وهو مشروع التكامل الاقتصادي العربي. البلدان العربية دون وجود مشروع تكاملي وتعاوني اقتصادي فيما بينها لن تنتج شيء. حينما كنا نقول أن رأس المال العربي ويد العاملة العربية والخبرة كذا، ثم نكون هذا الفريق وهذا المزج الذي يؤدي إلى نهضة عربية، للأسف الشديد يعني أفشلت هذا الموضوع الزعامات الفارغة وغياب المضمون لدى المواطن العربي. لابد أن تعود للمواطن العربي حريته كاملة، ولابد أن تعمل نظم ديمقراطية في وطننا العربي، وتكون هناك شفافية، وتكون هناك محاسبة، وتكون هناك خطة يضعها أهل التخصص تجمع بين الاقتصاديين ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال. وكما قالت أدبيات البنك الدولي بأن شركاء التنمية ثلاث: الحكومات والمجتمع الأعمال والمجتمع الأهلي أو المجتمع المدني. بدون هذه الشراكة وبدون هذا التكوين وبدون الإرادة السياسية وفي ظل غياب الديمقراطية والحريات لن تكون هناك تحويل في الأزمة، طيب بل دكتور، سننتقل من محنة إلى محنة أكبر ومحنة أشد. ولكن إذا أردنا أن ننتقل من المحنة إلى المنحة ومن الأزمة إلى الفرصة، نفعل كما فعلت الصين رغم اعتراضنا على تكوينها وأدائها السياسي، ولكن ننظر إلى أدائها الاقتصادي. حينما سخرت إمكانياتها الاقتصادية وإمكانياتها البشرية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبحت تنافس أمريكا على المركز الأول على الرغم ما بينهما من طيب دكتور، إمكانيات نعم كبيرة دكتور، دكتور تتمثل سأناقش معكم موضوع انخفاض سعر أسعار النفط، حيث وصل إلى مستويات متدنية 27 دولار للبرميل الواحد. ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، في الشق السياسي، لماذا يعني عمدت الأنظمة العربية على التورية بشأن حقيقة أعداد المصابين والمتوفين؟ هل هذا الأمر يشكل دليلاً آخر على فشل إدارتهم للأزمة الصحية؟ الأمر مرتبط بعامل أعتقد أكثر موضوعية، وهو أن العلاقة التي ربطت أو سادت بين الحكام والمحكومين، خصوصاً الموجة الجديدة من الحكام التي ارتدت بعد موجة الربيع العربي. هؤلاء الحكام علاقتهم موتورة مع شعوبهم، وبالتالي هم غير مكترثين أصلاً بما يمكن أن يلحق بشعوبهم من خسائر. هم يحرصون على تمكنهم، على تمكن سلطتهم على شعوبهم أكثر من حماية شعوبهم من نوازل صحية كفيروس كورونا أو هذه الجائحة الخطيرة. أيضا افتقاد يعني نظام واضح للمحاسبة في هذه البلدان، وهذه ما يمكن وصفه بهذه السطوة الغاشمة للأنظمة العربية أمكن تغطية الفشل والقصور الكبيرين جدا اللذين تعاني منه دولنا. وفي الواقع حتى الدول الكبرى، مثلا دول صناعية كبرى، أثبتت أنها عاجزة عن مواجهة هذا الفيروس، لكن هناك مساءلة وهناك اعتراف وهناك شفافية تحكم العلاقة بين حكام تلك الدول وشعوبهم، بعكس الدول العربية التي لا تلقي بالا لهذه المعايير. نعم دكتور. طيب أستاذ ياسين، يعني ربما أن الهاتف قد انقطع، ولكن يعني السكايب، ولكن سنعود إليك مرة أخرى. دكتور جمال، العالم العربي تعرض لأنواع متعددة من الفيروسات. على سبيل المثال الحصر، إنفلونزا الطيور والخنازير والملاريا وسارس وغيرها من الفيروسات. لكن لماذا كل هذا الاهتمام إعلاميا وصحيا لوباء كورونا؟ ما سبب في ذلك؟ أعتقد أنهم يغطون بهذا عجزهم. فولو سمحت لي باختصار شديد يلخص حالنا في هذا الوضع بقول الشاعر: أمرت بغير صلاحها أمراؤها. الفعل أمرت، أي أنهم أعطوا التبعية مقابل الكرسي. التبعية هي للخارج وليست للشعب،
الأولويات موجهة لإعطاء ثروات البلد للخارج واستيراد التفاهات منه. فلذلك كانت الهشاشة نصيبنا في كل بنيتنا الصحية والاقتصادية والصناعية والسلاح والدفاعية. الآن هم يغطون عجزهم بتهويل ما يحدث، والواقع أن فيروس كورونا يقتل أقل بكثير مما تقتله الأوبئة البسيطة جدا في بلادنا، لا أقول في بقية البلاد. نعم نعم. طيب أستاذ عبد الحافظ، موضوع انخفاض سعر النفط إلى مستويات دون ال 27 دولارا للبرميل الواحد، هذا الموضوع له علاقة بكورونا؟ هذا أولا. ثانيا، كيف سيؤثر على الدول التي تعتبر النفط هو المصدر الأساسي والوحيد لمدخولاتها؟ على سبيل المثال العراق يعني يعتمد بالدرجة الأولى على النفط، على النفط في اقتصاده، هل ستؤثر عليه؟ وهل هناك علاقة ما بين وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط؟ تفضل. طبعا هذه النقطة بد أن نلفت النظر إليها. قبل أزمة كورونا كان سعر النفط في قرابة يعني عند سقف الـ60 دولار، وكان هناك اتفاق بين منظمة أوبك والمنتجين خارجها على خفض سقف الإنتاج عند معدلات معينة، وظل هذا الاتفاق ساري لقرابة 3 سنوات. ولكن مع بداية أزمة كورونا في نهاية ديسمبر 2019 وخلال يناير وفبراير من 2020، رغبت السعودية وأوبك أن يتم تخفيض سقف الإنتاج بمعدلات أكبر، وهو ما لم توافق عليه روسيا، لأن روسيا رأت أن تخفيض سعر النفط إلى معدلات أقل من هذا هو في صالح الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري. وكما نعلم أن روسيا تعاني من عقوبات اقتصادية من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 في أزمة أوكرانيا، ولذلك حينما لم تستجب روسيا ورفضها للعرض السعودي بدأنا نشهد حرب الأسعار التي اندلعت وخفضت من سعر النفط بمعدل 30% في يوم واحد، حينما أعلنت السعودية عن سعر برميل النفط عند 30 دولار للبرميل وعزمها على إنتاج المزيد من الإنتاج. نعم. طبعا الأضرار كما يذكرها ملخص تنفيذي لمنظمة الأسكو وصدر مؤخرا، قال أن الفارق بين سعر برميل النفط 66 دولار للبرميل و 30 دولار يمثل خسارة للدول النفطية العربية تقدر ب 550 مليون دولار يوميا. وطبعا هذه الخسارة هي خصم من العوائد النفطية للدول العربية التي كما ذكرت هي تعتمد على البترول كمصدر وحيد، سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو في العوائد بالنسبة للميزانيات هذه الدول. الأثار كارثية على كثير من الدول النفطية العربية، والمملكة العربية السعودية كانت أشبه بمن أطلق الرصاص على قدميه فشل حركته في معركة لا يمتلك أدواتها. فروسيا تستطيع أن تناور في هذه المعركة لأن لديها اقتصاد متنوع، فضلا عن صادراتها من السلاح وتمرسها على قضية العقوبات والمواجهة فترات طويلة. نعم. حينما كانت ندة للولايات المتحدة في النظام الثنائي القطبية، ثم معايشتها لعقوبات اقتصادية استطاعت أن تتغلب عليها على مدار 6 سنوات ماضية، بينما السعودية اقتصاد يفتقد إلى كل مقومات المقاومة في الاقتصاد العالمي. لذلك وجدنا المملكة العربية السعودية في ظل سوء إدارة اقتصادية فقدت قرابة 250 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي. كذلك الحال بالنسبة للعراق، ستكون الأثار سيئة لأن العراق تجمع بين عدة متناقضات على رأسها الفساد الذي يضرب بأطنابه في إدارة الحكومة العراقية بشكل كبير، وكذلك الحرب الأهلية الدائرة والتي لا تهدأ، وإذا ما
إن انسحب فصيل نشأ فصيل آخر، وإذا هدأت منطقة اشتعلت مناطق أخرى، فضلا عن غياب أي مشروع للتنمية وتحويل الوظائف الموجودة في الاقتصاد العراقي إلى وظائف غير منتجة، سواء كانت في الحكومة أو في القطاع العام، وتظل العراق تعتمد على عوائد النفط طيب في تسيير أمورها المجتمعية نعم وحتى على أستاذ عبد مستوى الحافظ الدولة. نعم وبالتالي الأزمة في الدول العربية ككل هتتمثل في زيادة هامش الفقر بمعدلات كبيرة. وذكر أيضا تقرير الأوسكو أن هناك عدد من العاطلين سيضاف إلى الرقم الحالي، حيث سيضاف 1.7 من 10 مليون عاطل إلى قرابة 13 مليون عاطل قائمين الآن. وبالتالي ستكون المنطقة العربية هي في المرتبة الأولى بين أقاليم العالم الخمسة أو الست من حيث معدل البطالة، حيث يرتفع معدل البطالة فيها عن 12 أو 13%، وهذه نسبة كبيرة. للأسف الشديد تغيب الحلول العربية المشتركة في مواجهة هذه الأزمة، فضلا عن أن على مستوى القطري تغيب مثلا ما يسمى أو يعرف بإدارة الأزمات التي تنحي الخلاف السياسي وتنحي الخلاف أيا كانت أشكاله، نعم وتقدم أستاذ عبد أهل الحافظ، الخبرة. ودعني أنتقل هنا في هذا المفصل إلى الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني نلاحظ أن هناك سخرية ولا مبالاة في الدول العربية من الإجراءات المتخذة، مثل حظر التجوال، إعطاء نصائح طبية. هناك من يرى أنه الشعوب العربية نكاية بأنظمتها لا تستجيب للنصائح الطبية، وأيضا إلى مسألة حظر التجوال. في العراق كان هناك حظر تجوال وكانت هناك زيارة بالآلاف. النكاية على اعتبار أن التعليمات العربية صادرة من أنظمة عربية أو من ربما تكون جهة سيادية وأمنية. هل نجحت الأنظمة العربية في تسييس وباء كورونا أستاذ ياسين؟ ردود الأفعال طبعا هي مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها عدم الاكتراث الذي يظهره أو تظهره الجماهير العربية إذا قرارات سلطات لا تحترمها ولا تثق بها، لكن أيضا هناك عوامل أخرى اجتماعية وعقائدية ودينية وموروث مسيطر على سلوك الأفراد، والأهم من ذلك هو البعد الاقتصادي، لأن معظم الدول العربية تقريبا باستثناء الدول النفطية التي تمتلك صناديق سيادية، هذه الدول أعطت تطمينات لشعوبها عندما طلبت منهم البقاء في البيوت، هناك تعويضات واضحة، لكن في بلدان مثل مصر وغيرها من الدول الكبيرة ذات الاقتصادات الأضعف، هذه الدول لم توفر بدائل للشعوب، هناك أسر فقيرة جدا لا تستطيع أن تلتزم بالبقاء في بيوتها، لأنها إن بقيت في منازلها فستموت جوعا، خصوصا أن الدولة لا تقدم لها شيء ولا تقدم لها بدائل. لهذا اختلطت مجموعة من العوامل في حقيقة الأمر، لكن أيضا هنا ينبغي التأكيد على أن الأنظمة استغلت كورونا أيضا عوضا عن أن تهتم بالتعويضات الاقتصادية والمادية لشعوبها، عوضا عن توفير التطمينات لهذه الشعوب وتهدئة مخاوفها، عملت على تعزيز قبضتها، ومن خلال هذه الاستعراضات التي نراها من خلال توظيف القوات المسلحة توظيفا استعراضيا لا أثر له على أرض الواقع، في محاولة لإيهام الناس بأن الدولة تستطيع أن تحميهم، ولكن أنا أعتقد أن اليوم كورونا هي عبارة عن استغلال فاضح من جانب الأنظمة العربية لتعزيز قبضتها الأمنية والسياسية على شعوبها، كما قلت من خلال هذه الاستعراضات التي طيب. تتم من خلال الأجهزة الأمنية ومن خلال الجيش في مقابل لا شيء تقريبا يمكن أن يحصل عليه أو تحصل عليه الشعوب، وأنا أتحدث هنا عن البدائل الاقتصادية المباشرة والمعيشية التي تأثرت بها الشعوب تأثرا كبيرا نتيجة توقف حركة الحياة ونتيجة أنا أعتقد أنه الشعوب لديها وعي كامل، فهي تتابع عبر شاشات التلفاز ردود الأفعال لدى شعوب أخرى وتدرك مخاطر جائحة كورونا، لهذا لا خيارات أمامها سوى أن تخرج إلى الشارع وأن تبحث عن فرص اقتصادية وأن تتدبر أمرها للحصول على فرص من أجل البقاء. دكتور جمال، تعتقد أن وباء كورونا مخلق؟ هل هو فيروس بيولوجي كما يشاع من خلال خبرتكم؟ الذي أنا أشك به بشكل قوي، وإن كنت لا أملك وسائل إثباته، أنه تسرب من أحد المختبرات البيولوجية بدون إرادة من
أصحاب هذا المختبر، نعم، لكن لا أستطيع إثبات هذا. هو فيروس معدل وراثيا، تم التعديل الوراثي بحيث يصبح معديا من إنسان لإنسان، هو كان موجودا من قبل لكن هذا التعديل طور لكي يصبح سلاحا بيولوجيا، ثم تسرب بهشاشة أنظمة الحماية في هذه المختبرات. تعتقد من أين المصدر دكتور جمال؟ هل هناك يعني هناك أخبار تتواتر بأنه المصدر كان الصين، هناك من يعتقد أن المصدر هو إيطاليا، ولكن هناك طرف آخر يعتقد أن المصدر هو الولايات المتحدة. أنتم كاختصاص في هذا المجال تعتقدون يعني من أين صدر للوهلة الأولى؟ الذي أشك به وإن كنت أكرر لا أستطيع إثباته، نعم، أنه تسرب من الصين، وربما كان هناك اتفاق بين الصين وإيران على تصنيع هذا الفيروس. طيب أستاذ عبد الحافظ، الفيروس بحسب ما قاله خبراء يعني وجه ضربة قاضية للسياحة بكل أنواعها العلاجية وأيضا الدينية وغيرها من في مجال السياحة، لكن هنا يعني ما على الدول العربية أن تفعله لكي يستعيد هذا القطاع عافيته، قطاع السياحة، ويتلافى مزيدا من الخسائر؟ يعني في الحقيقة اهتمام الدول العربية بقطاع السياحة هو اهتمام مفروض أن يحتل مرتبة أخيرة، لأن السياحة متعلقة بعوامل خارجية، وإذا أردت أن توجد حالة من الاستقرار في أي اقتصاد لابد أن يعتمد على العوامل المحلية والداخلية بشكل رئيس، وتكون السياحة وغيرها من الإيرادات المتعلقة بالخارج هي إيرادات سنوية تساعد ولا يعتمد عليها. فمسألة الاعتماد على قطاع السياحة في المنطقة العربية يجب ألا تكون قاطرة للتنمية، ويجب ألا يعول عليها بشكل رئيس. فنحن لدينا إمكانيات تساعدنا على بناء اقتصاد قوي يعتمد على الذات بشكل كبير. لماذا تأخرنا في مجال الصناعة؟ يعني نحن الآن في هذه الأزمة، أزمة كورونا، كنا ننتظر أن تكون هناك حالة استنفار في الجامعات العربية، وألا يخرج العلماء من المختبرات ومن المعامل ويعملون ليل نهار لتطوير ما لديهم من أبحاث أو إنشاء ما لديهم من دراسات حول تطوير علاجات معينة أو أمصال معينة. نحن سمعنا عن فرنسا وعن ألمانيا وعن أمريكا وعن الصين أنها أنتجت أو ستنتج لقاحات أو تطور لقاحات، بينما نسمع في الدول العربية عن وصفات عربية وعن علاج بديل وعن استنشاق بخار الماء وعن يعني بعض الأدعية، وهذا مطلوب. يعني مسألة الأدعية والاعتماد على الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لكن من باب الأخذ بالأسباب كان ينبغي علينا أن تكون لدينا معامل البحث والتطوير في الرعاية الصحية في الجامعات في الصناعة. أنت ذكرت في بداية تقريرك أننا افتقدنا إلى الأساسيات من الطعام ومن اللباس ومن كذا ومن كذا، وقديما يعني كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لا تستشر من ليس في بيته دقيق، فكيف نعتمد على السياحة ونحن لا ننتج غذاءنا؟ كيف نعتمد على السياحة ونحن لا ننتج خطوط الإنتاج؟ كيف نعتمد على السياحة ونحن لا ننتج سلاحنا؟ السياحة هي ورقة خارجية وتلعب فيها سياسات دور كبير جدا، ونحن رأينا هذا حينما كان هناك خلاف بين روسيا وبين تركيا، أن روسيا كانت تهدد بأن لديها 2 مليون سائح تستطيع أن تمنعهم من الذهاب إلى تركيا، وكذلك الحال كان في مصر حينما تم تفجير الطائرة الروسية في منطقة شرم الشيخ، وقطعت روسيا تدفقات الأفواج السياحية إليها، وكذلك فعلت بريطانيا. أصبحت المؤسسات السياحية في مصر تعاني من مشكلة كبيرة، ولكن أنت مثلا إذا كان لديك قطاعا قويا للصناعة أو كان لديك تطوير لقطاع الزراعة يستطيع أن يوفي باحتياجات العالم العربي الذي يصل سكانه أكثر من 400 مليون، كنت تستطيع ألا تعاني من مشكلة. بالعكس
أنت تسعى لتحقيق قيمة مضافة ولأن تساهم في التصدير بحصة ما. أما الاعتماد على السياحة طيب، فأنا أرى أنه نعم من الثانويات ويجب أستاذ ألا عبد تعتمد الحافظ، عليه. أريد أن يعني أخذ رأي جنابكم الكريم عن الاقتصاد الهش، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، من خلال متابعتك للأحداث في ظل أزمة كورونا المستجد، تعتقد أن الأنظمة العربية اتسمت بالشفافية بمصارحة شعوبها بوباء كورونا؟ هل كانت شفافة مع شعوبها؟ طبعا ردات الفعل من قبل الأنظمة العربية متفاوتة، ولا يمكن الحكم هنا بشكل شامل على الأنظمة العربية. هناك أنظمة عربية تصرفت بمسؤولية وبكفاءة في التعاطي مع فيروس كورونا، وهذه الدول طبعا كانت مسنودة أيضا بإمكانيات اقتصادية. أنا أتحدث هنا على سبيل المثال عن الكويت كنموذج، عن قطر كنموذج، أتحدث عن تونس مثلا كنموذج، ردود الأفعال الجزائر هناك نموذج جيد جدا في التعاطي مع فيروس كورونا. الفشل يمكن أن نلاحظه في دول أخرى أثبتت أنها بطبيعة الحال لا تكترث، أو أنها لم تتعاطى بالقدر ذا يعني بالمستوى ذاته من الأمانة والمسؤولية والشفافية، ولهذا تحولت إلى بؤرة من بؤر الكورونا وأثرت على المحيط العربي وعلى المحيط العالمي. وأتحدث هنا عن مصر على سبيل المثال، لم تكن شفافية بالقدر الشفاف بالقدر الكافي، ولهذا رأينا حتى أن هناك رؤوس كبيرة وقادة عسكريين كبار تساقطوا بفعل فيروس كورونا، وهذا الأمر يمكن أن يكون تأثيره كبير وثقيل جدا على عموم الشعب المصري. هناك دول لا تمتلك الكفاءة لا الصحية ولا الاقتصادية للتعاطي مع وباء كورونا، وبالتالي لا يمكن الثقة بالمعلومات التي تصدر عنها. على سبيل المثال اليمن التي هي دولة هشة الآن وتتنازعها سلطات أمر واقع وسلطات شرعية، وكلها لا تمتلك القدرة ولا الكفاءة لتحديد ما إذا كان البلد فعلا يتعرض لهجوم من كورونا أم لا. وهناك دولة مثل سوريا، خرج وزير صحتها وقال بأن الجيش العربي السوري قضى على جميع الأوبئة، وكان يتحدث على سبيل التورية بصفة أن المعارضين هم مجرد أوبئة. ثم تأتي الحقائق الجديدة التي تتحدث عن إصابات في سوريا، وليس لدى النظام في سوريا كفاءة للحديث عن حجم الخطر الذي تمثله كورونا في هذه المرحلة. إذن هناك تفاوت بالنسبة للأنظمة العربية في التعاطي مع موضوع كورونا، ومن باب الإنصاف يمكن الحديث عن أنظمة تعاملت بكفاءة وبمسؤولية تجاه شعوبها، وهناك أنظمة تعاملت باستهتار وعدم اكتراث، لأن هذه الأنظمة تحديدا لا يمكن القول بأنها أنظمة متسقة مع شعوبها أو أنها تمتلك المشروعية، فهي سطت على طيب. السلطة وانقلبت على أنظمة ديمقراطية، وبالتالي أي تصرف يمكن أن نتفهمه سواء كان إزاء كورونا أو إزاء أي مهدد آخر. طيب دكتور جمال، يعني نسمع في كل يوم تقريبا عبر شاشات التلفاز التوصل إلى اللقاح ضد فيروس كورونا. هناك أخبار تتحدث أن لقاح لدى شركة فرنسية صنع عام 2014 ضد الملاريا، قالوا بأنه ينفع لمرضى كورونا وأنه يقضي على المرض خلال 7 أيام. ما دقة هذه المعلومة دكتور؟ وليس لقاح، هي مادة كيميائية تستخدم في علاج الملاريا، هيدروكسيكلوروكين، وهو ناجع فعلا ويفيد. وبالنسبة للقاح فهذا شيء بديهي أن ينتج لقاح للفيروس، إنما لا يمكن توقعه بين يوم وليلة لأنه يحتاج إلى تصنيع ودراسة آثاره على الكائنات الحية. فعادة يحتاج الموضوع سنة وقت وفوق السنة لكي يسمح بتداوله تجاريا. أنا أشكرك البروفيسور دكتور جمال سواس، مدرس الصحة العامة والبيئة في جامعة حلب سابقا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أنتقل إلى الدكتور إلى الأستاذ عبد الحافظ. أستاذ عبد الحافظ، بسؤالي الأخير لحضرتك، ما الذي على الدول العربية فعله في ظل الأزمة التي لا يعرف أحد إلى متى ستطول؟ ما الواجبات الملقاة على عاتق الأنظمة العربية وحتى الشعوب العربية في مجابهة هذه الجائحة وهذه الكارثة؟ يعني أولى هذه الواجبات التي تفرضها الأزمة الآن هو أن تتحل هذه الأنظمة بالشفافية،
يعني لابد أن تصارح الشعب بحقيقة الأزمة وتداعياتها وإمكانيتها في مواجهتها، ولا مانع من أن تكون هناك تغييرات حقيقية في القطاع الصحي الآن على وجه السرعة، ليتولى الأمر أهل الخبرة بشكل كبير حتى يمكن تقليل الخسائر الممكنة. ثانيا، الشفافية المالية والاقتصادية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وتخفيف قبضة الفسدة والمنتفعين من إدارة الاقتصاديات العربية، وإتاحة مساحة حقيقية للمنافسة ولمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، لأن تكون هناك مساواة في الفرص للحصول على الثروة والأرباح، أن تكون لدينا موازنة أزمة تقلل من الإنفاق على التسليح وعلى الجوانب الأمنية بشكل كبير، نعم أستاذ عبد وتبني الحافظ، جسور نعم للثقة بين المواطن وبين الدولة حتى شكرا يستطيع الجميع أن يعمل وأن يساهم في تحمل هذا العبء الجديد. الأمر الأخير هو ما يتعلق بالمساحات المتاحة للمجتمع الأهلي أو المجتمع المدني فيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي فيما شكرا بين أبناء الشعب العربي، وخاصة أن الدافع الإسلامي الديني هنا قوي ويساعد على هذا، شكرا ويجب أن أستاذ تتحلى عبد الحافظ، الدولة. آسف لضيق الوقت ولكن الوقت أدركنا. الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم. أستاذ ياسين بعجالة لو سمحتم بأقل من دقيقة، موضوع إنكار الوباء هل يدل على هشاشة النظام السياسي في الدول العربية؟ النظام السياسي في الدول العربية هو نظام هش في كل المستويات، وهناك مؤشرات كثيرة على هشاشة هذا النظام، ليس فقط التعاطي مع كورونا هو من يبرر النظام، لكن أيضا للمصداقية بطبيعة الحال، لأنه وباء عالمي. أعتقد أنه ليس هناك إنكار للوباء من أي طرف من أي نظام عربي، لكن هناك قصور في التعامل مع هذا الوباء. الاعتراف واضح أنه من جميع الأنظمة أن هناك وباء، لكن هناك قصور في التعاطي معه أو في تفاوت في التعاطي معه بين نظام وآخر. أنا أشكرك الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، فيما مضى من الوقت ناقشنا مع ضيوفنا الكرام وعلى حضراتكم موضوع العالم العربي وقدرته على تجاوز أزمة كورونا في برنامج حديث العرب. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.